حوار الأمهات لا ينتهي، حوار التربية والأمهات ده موجود بيننا كلنا، كبرنا كنا صغيرين، ده حوار مستمر جدا. وكل مدى الحوار بيتغير وبنجد انه المشاكل بتتغير والأفكار بتتغير. يعني يقول لك دلوقتي في حاجة، احنا انتقلنا بقى من التربية الحديثة للتربية الإيجابية. لسه كنت بسأل ضيوفي هو يعني ايه بوزيتيف تربية، يعني ايه التربية الإيجابية دي عاملة ازاي، يعني دي ايه التربية الإيجابية والتربية السلبية. التربية الحديثة دي انا ما فهماش برضو ايه التربية الحديثة. انا اعرف يا جماعة التربية تربية الاخلاق والقيم، وعملت حاجة غلط تعاقب، عملت حاجة كويسة يعني ندي لك جاي. على فكرة الكويس مش دايما يعني بنجازي عليه، لكن العقوبة عقوبة دايما. كنا كده يعني اهالينا ربونا بطريق معين، لا تكذب لا تسرق لا ما يعني تبقى ما تاخدش حدد غيرك، تصلي تصوم، في كده قواعد في الحياة كلها، نشوف اصحابك مين، والله في كيرفيو وفي ميعاد معين لكل بنت وكل ولد، والبنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. يعني كل ده كان عندنا في التربية، ولكن يبدو أن الأجيال الجديدة مختلفة تماما. خلونا نسمع من الأمهات وأيضا من الخبيرات، دكتورة سحر داوود استشاري طب نفسي الأطفال والمراهقين، وزميلتنا إنجي الطوخي الصحفية بجريدة الوطن ورئيس قسم المنوعات والمرأة، ودينا ناصر مؤسسة جروب ميني مام. ليه ميني؟ أنا لما ابتديت الجروب ابتديته في سن صغير، كنت بحس إن الأمهات الصغيرين اللي لسه عندهم بيبيز محتاجين أكتر إن هم كلهم يبقوا مع بعض في مكان واحد يساعدوا بعض. الميني يعني البيبيز الصغيرين. بس بعد كده بقى دخلنا أمهات من سن أكبر وجدات عندهم أحفاد بيسألوا، فالموضوع بعد كده امتد بقى. هنسأل على الميني مام، بس ابتدي بالسؤال الأعم، هي التربية اتغيرت؟ هي فكرة التربية دي، يعني التربية تربية من أول بداية الخليقة لحد دلوقتي هي نفس التربية، الأساليب هي اللي اتغيرت. يعني زمان مثلا كان أسلوب الضرب ده موجود والناس كانت متقبلاه، بعدها جه أسلوب الإيذاء النفسي اللي هو إيه، أنا هزعل منك لو ما عملتش كذا، أو لازم تكون أحسن واحد في المدرسة، أو ما ده برضو كان أسلوب للتربية اللي هو اللعب التلاعب بالعواطف. رجعوا قالوا طب والله، طب ما يعني ده برضو جاب نتيجة سيئة وده جاب نتيجة مش أحسن حاجة، طب ما نشوف الأساليب الجديدة، وكل شوية بيطلع أساليب جديدة. قالوا بقى ده أحدث حاجة أو اللي هي التربية الإيجابية دي، اللي هي مزيج ما بين الحزم واللين. يعني ابقى مثلا بقول لابني ايه، انا مقدره انك انت عايز تتفرج على التلفزيون بس دلوقتي ميعاد النوم. فقالوا ان الجزء اللي هو اللين او الطيبه، يعني ان انا مقدره قوي انت حاسس بايه، وجزء الحزم اللي هو لا، في قواعد وفي مواعيد للنوم وفي كل حاجه. الناس بقى مقتنعه ان التربيه الايجابيه دي يعني بتسيب الناس عماله على بطال تعمل اللي هي عايزاه. يعني مؤسسه التربيه الايجابيه دي واحده امريكيه اسمها جين نيلسون، وانا حقيقه كنت معزومه عندها في امريكا، وكلمنا في الموضوع ده على انه في مصر فاكرين ان التربيه الايجابيه معناها ان العيل يعمل اللي هو عايزه. قالت لي ازاي ده، انا عاملاه وانا جده. يعني انت قابلتي الست بتاعت التربيه الايجابيه؟ قابلتها كذا مره. وهي ايه رايها؟ هي اصلا الكتاب بتاعها كده، اللي هو ان ده مزيج ما بين الاثنين، وان دي تربيه الجدات مع بعض التغيير اللي هو ان الطفل مشارك في التربيه. طب هو ده يختلف ايه عن التربيه اللي احنا عادي ربيناها؟ ان الطفل بقى مشارك. يعني انت دلوقتي القرار، انا بقول لك دلوقتي انك انت عندك الواجب، عندك غلطت في حاجه، انت هتحل المشكله دي ازاي؟ مش دايما احنا اللي بنقعد نحل المشاكل لعيالنا، هم المسؤولين. حطينا مثلا روتين اليوم، تعالى حط معايا روتين اليوم، بس طالما اتحط المواعيد مواعيد. عندك عواقب، احنا يعني احنا بنعمل اتفاق مع بعض ايه هي العواقب على الافعال المعينه، فانت معايا داخل في المنظومه، مش انا بس اللي حاطه القانون، انت وانا مشتركين في تربيتك. فبقى الطفل عنده احترام لنفسه وغيره، بقى مسؤول، بقى بيحل مشاكله هو لنفسه، بقى في تواصل بينه وبين اهله، لكن مازال طبعا في سيستم وفي روتين وفي كل حاجه في التربيه الايجابيه. انجي، يعني انت من هواة التربيه الايجابيه والتربيه الحديثه؟ انا لسه هقول على نقطه، وبس طبعا دكتوره سحر يعني وفت كل حاجه، بس في نقطه حابه اوضحها، لان انا برضو حاجات درستها كنت مهتمه في اطار شغلي ان انا ادرس عشان اقدم معلومه للقارئ
قايمه على خبره. في حاجات خدتها كورسات تربيه ايجابيه تبع مريم سوري ومعايا شهادات في الموضوع ده. بس في حاجه الى جانب النقطه اللي قالتها الدكتوره، في نقطه مهمه جدا، هي نقطه ان انا الاختلاف في التربيه عند زمان عند دلوقتي بسمح للطفل انه يعبر عن مشاعره. احنا كلنا تربينا ان انت نافذ القانون، ده صح، انا عارف، انا مامتك عارفه وباباك عارف خلاص. لا، احنا الاختلاف ان انا بواجه اقول له، هي الى الحسم مع لين زي ما قالت، مع فكره ان انا بسمح له انت عبر عن مشاعرك، انا مقدر انت زعلان، انا مقدر ان انت متضايق، عبر، وانت من حقك تتكلم ومن حقك تزعل، بس القانون قانون، لان ده بيأثر على نفسيه الطفل. يعني ده فكره ان انا اكبت مشاعره نفذ القانون. احنا الطفل مش عسكري، الطفل مش عسكري، الطفل انسان، فانا عنده مشاعر. المجتمع ما بيسمحش للطفل، المجتمع بتاعنا بالذات ما بيسمحش للاطفال ان هم يعبروا عن مشاعرهم. المجتمع بتاعنا ما بيسمحش للاطفال يعبروا عن مشاعرهم، ده العيال بقت بتقول كل حاجه. لا، ده هو التربيه اللي هو المفهوم الخاطئ للتربيه اللي لسه قايله عليه. العيال بقوا بيقولوا كل حاجه. واحيانا بقى في سن معين وده شيء مزعج، ان هو بيقف قدام امه وابوه، يعني انا بعتبر ده شيء صعب شويه عليا، ويبقى تاتا تات وراس براس وكلمه بكلمه، معرفش، ما انا بحس ده تاثير السوشيال ميديا. ده تاثير صعب ده جدا. ده مش علاقه بالتربيه، ده مش تربيه ايجابيه. ان انا لما بلاقي ابني بدا ان هو يبقى ند بند، لا، بوقفه في ثانيتها واقول له احنا مش هنتكلم دلوقتي، لما نهدى احنا الاثنين هنرجع ونتكلم. مين نهدى احنا الاثنين؟ لكن احنا ند بند، لا، ما هي ده هو يعني ند بند. احنا الاثنين ازاي يا جماعه؟ لا يا جماعه، في قواعد، في ابن وفي اب وام. لو احنا قلنا له لا يا حبيبي احنا هنهدى احنا الاثنين، يبقى ده عندنا مشكله. لا، هو في رول اولانيه ان انت تحترمني، بس وانس ان انا لقيت نفسي بنزل بقى ان انا كمان بصرخ وهو قاعد بيصرخ واحنا الاثنين شكلنا، انا نزلت المستوى ان انا بقى بتعامل بنفس الاسلوب ده، لازم ان احنا نقف احنا الاثنين. وبعدين بعد ما بنرجع بنتكلم، هو لو عمل حاجه غلط، لا، في بقى عقاب وساعتها، او بنتكلم ان انت كسرت الرول دي وهتتصرف على اساس ده كذا وكذا وكذا. اتفضلي. يعني برضو احنا اللي هو في حدود وفي علاقه ما بين الولاد عشان توصل في الاخر ان احنا نبقى ند بند. دي ده تراكم حاجات كتيرة قوي، جزء منها على فكرة مهم قوي في التربية، ان احنا جايين بالحمل اللي أهالينا ربتنا بيه. فانت خايفة تعملي نفس الغلطات، يعني مثلا انت أهلك ضغطوا عليك عشان تبقي أشطر واحدة وأحسن واحدة، ويحسوكي بتأنيب ضمير لو ما عملتيش كل حاجة صح قوي. فانت جيتي لولادك متساهلة قوي معاهم، مش عايزة تضغطي عليهم الضغط ده. ما أنا حصل لي كده يا حبيبي، هاتسي مش مشكلة، بالظبط، المهم ما تسقطش يا بابا. فانت شايلة التقل بتاع يعني غلطات او اللي انت حاساه ان هو حصل فيكي غلط، فانت بتحاولي تعملي العكس تماما مع اولادك. في اوقات ده ضرر ليهم لان انت ما وزنتيش. الى اي مدى، انا هنا بتكلم طبعا على سن معين اللي هو السن المراهقه ده، اللي هو نبتدي بكام سن المراهقه يا دكتوره؟ من 12 سنه. بس هي التربيه الايجابيه بتبدا 12 دلوقتي. سن اصغر المراهقه 12 سنه، 15 و16 لا 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 10 كمان. الى اي مدى بتقدري تدخلي في حياه ولادك؟ بمعنى بصي على تليفوناتهم، تشوفي السوشيال ميديا بتاعتهم، تبصي على البنات لو بيعملوا تيك توك باشكال ممكن تضايقك، الى اي مدى تعرفي بتروح عيد ميلاد مين، الولد بيقعد فين، الكلام ده كله، الى اي مدى ممكن تدخلي في حياه اولادك؟ لا، الى اعلى مدى طبعا، لان انا شايفه، انا بعتبري شغلي يعني بشوف السوشيال ميديا وكده، لا، السوشيال ميديا مخيفه، فلازم مرعبه. يعني انا كنت مرعبه بس عشان ما استخدمش الفاظ صادمه، بس مرعبه. فلا طبعا، انا يعني انا حتى ابني بيطلب مني دايما موبايل، هو 8 داخل يعني 8 سنين، قلت له لا، يعني الموبايل ده يعني لما توصل لسن معين ليك موبايل، ولو هتاخد موبايل دلوقتي ما فيش نت، في نت بعد سن معين، ما تبقى فاهم يعني ايه سوشيال ميديا، هو يبقى فاهم. انا ما اقدرش افتح له الباب واقول له خش لوحدك، وانا انا بعمل زي نظام صد، لا، انا عايزه اصلا يبقى هو فاهم ايه السوشيال ميديا، ايه اللي بيحصل فيها. انا نفسي ساعات بلاقي ان الحاجات يعني بتاثر بالسوشيال ميديا بشكل، وارجع تاني ان انا اعمل لنفسي فلتره، لا، ده كذا، ده كذا، كذا، ممكن يعني نتاثر بيها. فما تقدريش تفتحي الباب بالشكل دلوقتي، يعني كل يوم بيبدا صراع، انا عايز موبايل، انا عايز موبايل، وافتحي النت، وعايز، وصحابي عندهم انستجرام هو 8 سنين وعايز، وصاحبي قال لي في فيديو كذا، وصاحبي قال لي في مش عارفه ايه، وشفت واحده بتطلع بقى، صاحبي حكى له ان حد بيطلع بقى نار وطفل مش عارفه ايه وعايز يتفرج. لا، في حدود، اما تبقى انت طب هنا في مشكله ان هو
واحضرينا دكتوره سحر، يعني هنا في مشكله ان هو هي بتقول له لا هو ما فيش موبايل دلوقتي وانا مش عايزاه يتعرض بدري للسوشيال ميديا دي، هل تستطيع انها تمنع ده؟ هو عنده 8 سنين، من امتى يكون الولد عنده او البنت عندهم موبايل وعندهم اكاونت ويقدروا يخشوا على السوشيال ميديا؟ طبعا كل ما اخرتي كل ما كان احسن، بس خلينا واقعيين. اخرتي لحد امتى؟ يعني 10 سنين 12 سنه، بس ده مش الحقيقه عشان ابقى واقعيه. انا عندي ابن عنده 10 سنين وعارفه كويس ان الدنيا ماشيه ازاي. هي فكره مش الموبايل، الموبايل ممكن اديه لابني، بس عارفه كويس قوي ايه اللي يتفتح وايه اللي ما يتفتحش. يعني هو عنده 10 سنين ما عندوش اكاونت على الفيسبوك، لان الفيسبوك نفسه عشان يعمل لك اكاونت يبقى انت هتدخلي تاريخ ميلاد غلط، يبقى اول معلومه انك خليتي الولد يكذب. ولا الانستجرام ولا الفيسبوك ولا ولا اي ابلكيشنز بتقبل ان الولاد اصغر من سن معين، فالاهالي هي اللي بتدخل الولاد، فيبقى انت اللي بدات لهم الطريق. لكن اديله الحاجه زي ما اي حاجه في الدنيا. هو احنا ايامنا ما كانوا بيقولوا ان التلفزيون اوعى حد يتفرج على التلفزيون، هي الفكره مش في الجهاز، الفكره هو يتفرج على ايه والوقت اللي بيتفرج عليه قد ايه، ومسموح له مثلا يعمل تشات على الواتساب مع مين. المدارس بقى عملت جروبات على الواتساب دلوقتي، هتكتب ايه وما تكتبش ايه. فانا مش ضد فكره ان الولاد تاخد الموبايل، هي كل حاجه في الدنيا ليها قواعد. اعمل القواعد خلاص، سيب الولاد تعمل. كمان انا ما اقدرش اكتم قوي الولاد، لانه عارفه هيعمل ايه؟ هيروح من ورايا يقعد يتفرج مع صاحبه اللي انا بقى مش ضامنه موبايله فيه ايه. بس في حاجه اسمها فاميلي لينك، ان انت تقدري ان انت تكنترول كل حاجه في جهاز الموبايل. دينا انت ولادك قد ايه؟ لا صغيرين، يعني 2 و6 سنين. لا لسه صغيرين. فلسه صغيرين. بس الفاميلي لينك دي ان هو يجي. انا مش بديهم الموبايل اصلا. ما هو لسه 2 و6 سنين. لان صغيرين، بلس كمان انا قبل كده شفت يعني تيك توك نفسه هو من 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 كسي او من هناك نفسه هو بيتكلم من سن 13 سنه الابلكيشن ينفع للاولاد. فالابلكيشن زي تيك توك وانستجرام وفيسبوك دي عايزه سن تينيجرز مثلا، وابقى كمان انا عامله لهم فولو ومتابعه معاهم ايه الحاجات اللي هم بيعملوها، ما بقاش سايباها كده، لان هم في سن صغير ما يقدروش قوي، يعني ممكن ان هم يعملوا تصرفات هم يشوفوها ويقلدوها، ما عندهمش قوي حته الكنترول قوي ان هم زينا ان انا اشوف حاجه ما تعجبنيش فانا اسكرول كده واعديها. لا هم هيشوفوا. المشكله مش بس كمان هم بيعملوا ايه على تيك توك، لا هم كمان بيشوفوا ايه على تيك توك. ما ممكن انا ابني ما بينزلش حاجه بس هو بيشوف ايه برضو. طب يعني انتوا مع قصه الفاميلي لينك دي ان هو لازم رقابه على الاطفال؟ بس اللي هو انت قاعد تتفرجي معاه، يعني انا كتير قوي بقعد معاه نتفرج مع بعض، رغم ان هو الابلكيشن هو مش بتاعه، انا على عندي انا على الموبايل، لان هو ما ينفعش يبقى عنده مثلا انستجرام، وانا بتفرج بقول كلام لا ده فيديو فيه حاجه انا مش بحب اتفرج عليه. ما هي دي بقى الحاجات اللي هي بالتعليم، ان الولاد لازم تفهم عشان لما يوصل سن 13 سنه يبقى انت حاطه في دماغه من ايام ما كان 10 ايه الحاجه اللي المفروض تقدر تشوفها ولا، والا انت هترميه في النار مره واحده. علميه، اقعدي جنبه اتفرجي معاه، قولي له ده كويس، طب انت بتتفرج على ايه، طب ايه رايك نتفرج على كذا سوا. مش كل ما برضو مشكله الاهالي ان لما الولاد تعمل حاجه ايه الهبل اللي انت بتتفرج عليه ده، ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ما انت هتخليني اعمل ايه، هعمله من وراكي. صح. او انه الاهالي ممكن يسيبوا العيال على الموبايل عشان يريحوا دماغهم. لان الام مش فاضيه والاب مش فاضي، فبطلوا زن، عايز كذا، عايز اروح النادي، مش النادي يا ريتو النادي، عايز اروح لاصحابي معرفش ايه، عايز زن 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 زن، فيدوله الموبايل، خد الموبايل اتلهي بيه. حصل معايا فتره كان هو بيحب يتفرج على كرتون معين على الموبايل، وبعد كده بدات التصرفات تطلع من الموبايل، يعني انا التصرفات مش عارفه مصدرها. هو بعد فتره بيقول لي انا شوف ده في الكرتون، انا عملت زي ما قلت له، يعني الكرتون عمل كذا، بقيت انا بعد شويه اقعد اتفرج معاه على الكرتون، يعني طبعا بيبقى واخد وقت صعب جدا، واقول له التصرف ده صح التصرف ده غلط، شوف عملت ايه في الفلان في الشخصيه الفلانيه، شفت الكرتون عمل ايه. بقيت الموبايل بالنسبه لي جهاز مرعب. انا فعلا معاني بحس ان هو جهاز مرعب، هو بيابسورب بيمتص اللي بيشوفه بسرعه جدا وبيطبقه، يعني ممكن مش في ساعتها، ممكن في موقف تاني، ممكن بعد 4 شهور مثلا الاقي من الموقف انا مش عارفه اجيب منين، اصل والله ده شفته في الكرتون الفلاني، يعني لسه كان بيحكي لي
قريب من يومين، بيقول لي في الكرتون اللي شفته ان البنت لقت ولد مش عارفه وشه عمل ايه، وحش ولا كلب داس عليه ولا عمل كذا، وقامت عملت عشان تعمل فولورز. دول في الكرتون ده كله حصل يعني الفولورز وكده؟ ده انا يعني لا، ده في حاجه افظع وابشع واكثر رعبا، اللي هو ان كتير من الكرتونز دلوقتي في ديزني وغيرها بتروج للمثليه. واحنا عندنا احنا كنا قدنا حمله الحقيقه علشان هذه القصه، لانها مرعبه جدا. انه ما بقاش من زمان كان ممكن تسيبي ابنك او بنتك قدام ديزني، ديزني تشانل، فانت قناه ديزني دي الامان الاكمل. فانت دلوقتي لا، ده لازم تفكري في ديزني دي كويس قوي، وتفكري في قنوات اخرى مشابهه، لانه افلام الكرتون اللي في العالم دي بقى فيها ترويج للمثلية بشكل مرعب. ودي هنعمل فيها ايه؟ احنا بس اتكلمنا فيها كتير، بس دي بالنسبة لي برضو مرعبة. هي كل كرتون ليه سن، وده برضو حاجة الناس لازم تبقى واخدة بالها منها. يعني الكرتون اللي فيه افكار زي دي بيبقى لسن معين. لا يا دكتوره، ما انت عارفه انه خلاص المشكله الوحيده عارفه ايه؟ ان الاهالي بتسيب العيال مفتوحه لكل الكرتون. يعني انا تتخيل ان الكرتون انا النهارده هو بيتفرج على كرتون واحدة. قال لي ايه ده مكتوب 18 سنه، ليه ده كرتون؟ والله النهارده قلت له لا، في كرتون بتاع كبار وكرتون بتاع صغيرين. الكرتون بتاع كبار ادخل، تعالى ندخل ونقرا هو ليه ما ينفعش تتفرج عليه. فكان في حاجات كده دينا كان عايز لا لا للاسف هم ساعات بيحطوا لنا مثلا 7 بلس مثلا، و7 بلس ده بتلاقي حاجات بس مش دايركت، تلاقي مثلا علم بس بطريقه معينه، تلاقي حد قال كلمه بطريقه معينه، مش بس في الموضوع ده، لا في حاجات تانية بيبقى في حاجات فيها عنف، او في كرتونز اصلا بتبقى للسن اللي هي الصغير خالص، اللي هي اقل كمان من 7 سنين. مشكلتها في ايه؟ ان الريتم بتاعها سريع، الريتم بتاعها سريع، ان الاحداث بتجري بسرعه بسرعه بسرعه، ده بيسبب ان الاطفال، بيضر الاطفال، بيخلي الطفل كده ساعات بيعمل له مشاكل في ان هو الانتباه بتاعه. دي مشكله تانية خالص. فاحيانا بلاقي ان حاجات 7 بلس لا، في حاجات مش بتناسب دلوقتي بالذات الفتره دي. يمكن انا عشان ولادي صغيرين بلاقي 7 بلس و10 بلس بقى فيها حاجات اكتر من زمان، بقى فيها في تسلل للفكره. ما انا بقول لكم بس فكرة هم مش اني افهم. طيب طب معلش سحر، عايزه اسالك سؤال تاني. الام تعمل، معظم الامهات دلوقتي بيشتغلوا، غير امهاتنا زمان. امهاتنا كانوا متفرغين وما كانش عندهم التحديات الرهيبه اللي هو انت لازم تكوني سوبر ماذر، انت لازم تكوني ماما وتروحي التمرين وتبقي تطبخي وشاطره في البيت، ولما يكون في ضيوف تكوني جاهزه وتعملي كل الحاجات، كل وتذاكري طيب كل حاجه، تروح الشغل. يعني ده في تنافس في السوبر مام، الموضوع صعب جدا. في تنافس في السوبر مام، ازاي ده بيعلوا على بعض؟ طبعا بيعلوا على بعض السوبر مام ازاي؟ احكوا لي قصه. يعني في المجتمع بتلاقي ان الامهات لما بيقعدوا مع بعض ده انا في تنافس، في حته اللي هو ده انا عملت كذا وكذا وبشتغل وبرجع، فتلاقي واحده علت عليها، ففي حته انا لا، انا السوبر مام، انا اللي هو انا بعمل كل حاجه لاولادي وانا جامده. وده غلط، لانه في الاخر الام بتتضغط وبتطلع كل ده على الاولاد، وده للاسف في مجتمعنا. احنا ما عندناش حد بيتنافس قوي على السوبر داد، عندنا كل الامهات سوبر مام، ما اعرفش ليه. احنا كويس لو لقينا الداد اصلا. ايوه بالظبط، لو لقينا البابا اصلا بجد. لا في تنافس. طب معلش، التنافس بتاع السوبر مام ده جديد عليا. لا، التنافس بتاع السوبر مام ده مدمر الاولاد. يعني مدمرهم. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان انا عايز، انا مش لاقيه الفاليديشن من المجتمع الا في شكل ان انا ابقى ام. الام اللي هتعمل كل حاجه، انا هودي تمارين وهطبخ، انا بطبخ كويس جدا، انا قاعده مع اولادي بذاكر لهم، شفت البراونيز اللي انا عملتها؟ لا، ويعني وانا بشتغل في شغلي ده، انا هايله في شغلي، وشو عملت للعيال براونيز بالليل، ورحت خرجت مع جوزي اتعشينا ما اعرفش فين، وصورنا وكل حاجه. وفي النهايه القيمه الحقيقيه للتربيه ما تقدمتش للطفل. القيمه الاساسيه نفسها راضيه عن نفسها او لا؟ يعني انا برضو باجي اتكلم عن نقطه، ان احنا بنتكلم على التربيه وعلى الاولاد، قيمه الام في نفسها ان هي شايفه ان هي مش هتنام مرتاحه، هي دايما هتبقى قبل ما تنام هتفكر لا ده فلانه قالت انا عملت احسن منك، او ممكن يحصل انا هرد عليها بكره، او انا هزود عليها، او تبقى في صراع خفي
ده بيأثر على الأولاد، بيأثر على نفسية الأم، بيأثر على التربية، بيأثر حتى أنا شايفاه مش بس تأثيره قليل، لا تأثيره على المجتمع، إن هو موضوع مفهوم بدأ ينتشر أصلا، كل حد يتكلم يعني بقت تظهر حتى على صفحات السوشيال إن الأمهات كذا. كان في سؤال في مرة شفته على جروب، إن واحدة سألت يا جماعة هي الأمهات اللي بيطلعوا الفولورز وبتقول أنا بنظف بيتي وبعمل وبعمل، دول عايشين حياتهم مرتاحين، أمال أنا مش عايشة مرتاحة ليه مع ولادي؟ أنا بنظف، أنا بتعب في التنظيف وبعمل وبعمل وبنام وكده، ببقى في اخر يوم مرهقه جدا، بنام بقول لهم كفايه مش قادره، ازاي الست دي عامله كده؟ فسيدات دخلت قالت لها هي بتصور الاجزاء ده، يعني هي بتفوكس على الجزء الحلو. ده ايه ده؟ ده مرض. ما هو المشكله الامهات بقى عامله ايه؟ عامله ضغط على العيال، الامهات عايزه محمد صلاح في زويل في عمر خيرت في الشعراوي في كل ده، الله. يبقى العيل ده هي عايزه، ايوه قولي ده هو ده العيل ده اللي هو محمد صلاح على زويل، هو لازم يلعب كوره او رياضه وشاطر لا واحتمال يلعب ثلاث رياضات طبعا، وبعدين يعني هو مش بيلعب رياضه واحده، ده احنا هنخليه يلعب كوره او البنت تلعب سباحه وجمباز وباليه وبينج بونج كمان وتركب حصانه وكل حاجه مع بعضيها ثلاثه اربعه، وتبقى شاطره في المدرسه وتبقى شاطره في اعلى درجات، وبعدين كمان بقى يا بترسم يا بتلعب مزيكا كمان ودروس قران او بتروح تبقى في كورال في الكيني. فانت انت متخيله انت عامله ايه على الولاد؟ انا دايما اقول للاهالي يا جماعه انتوا بتحرقوا البطاريات بدري، حرام عليكم، العيال بتتحرق في ايديكم، وبعد كده طول الوقت الام بتقول للعيال يلا 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 طول الوقت، يعني يلا على التمرين، يلا على الدرس، يلا في جدول. ايوه في جدول. الولد ده هيطلع ازاي هادي؟ كانش عندنا ده، لا انت هاديه ولا هو هادي. الحمد لله. بس في نقطه عايزه اضيفها بس معلش، يعني ان الاب هنا بقى بيظهر دوره في الحته دي، ان هو الاب شايف اللي بيحصل بره، انا عايز ابني يبقى كذا، وده مسؤوليتك انت. ما هي دي توقعات، هي يعني هو هنا الاب انت ليه ما طلعتيش الكوليكشن حقك زويل وصلاح اللي هو يعني انا عجبني والله وفان جوخ وكله، يعني هو ده هنا بيجي دور الاب اللي هو انت مسؤوله انك تطلعي لي النموذج ده. فهي حتى لو الام قررت ان هي في لحظه ان هي انا مش دايما مش دعوه بالتوقعات، لا انا في حد بيجي يقول لها خش جوه السباق، خش جوه الريس، انت لازم تبقي معاهم. بس انت بتعملي ايه بقى مع اولادك؟ بتاخديهم برضو بيلعبوا كل بتلفي النادي في كل اللعبات؟ يعني رياضه واحده او اتنين ماكسيموم، يعني ما بزودش عن كده. مالو يا جماعه ما نلعب بنعمل سباحه عشان هم حابين ايه برضو، نتعلم العوم وخلاص، وكتير ونلعب بس رياضه تانية. في بوينت انا عايزه ازودها، ان احنا عندنا للاسف هنا بنرمي حمل التربيه على الام بس، مع ان التربيه هو عامل مشترك ما بين الام والاب، ولما الاب ما بيبقاش موجود في التربيه الام بتشيل كل حاجه يعني فوق ظهرها، زياده بقى على التنافس اللي هي فيه، وعايزه تطلع الاولاد كويسين، فبتلاقي ان الام دي في الاخر بقى شخص عصبي وبيطلع عصبيته دول على الولاد وفي حياتها وكارهه نفسها، سواء ام بتشتغل او قاعده حتى في البيت. حتى اللي قاعده في البيت بي انا بقى انا هنحاز للرجل شويه، عشان زمايلي الرجاله اللي في الكنترول بيقولوا لي لا يعني يا استاذه ده مين اللي ربانا؟ ربتنا امهاتنا، لان دور الاب في التربيه كان دايما محصور في دور معين، المواقف الصعبه، الحزم، اتخاذ القرارات المهمه فقط. لا. يعني كان الاب دايما كده، والام هي اللي بتقوم بكل شيء. والحقيقه ان الاباء الجدد، وانا بشوف ده مثلا في اخويا، بشوف ده في زمايلي اللي بيشتغلوا معايا، ده بقى ليه مثلا قالوا انت فين؟ يقول لي انا في النادي بقى مع فلانه في التمرين. انت فين؟ بنتي بتركب خيل. لا بشوف كتير من الابهات بيشاركوا. ده عشان حصل ان بقى في توعيه، لكن لو ما كانش في التوعيه دي ما كانش في رجاله بتساعد، وفي رجاله كويسه على فكره قليله، بس زمان في وقت كده ما كانش في التوعيه دي. ولو رجعنا للدين او للصح وللعلم، حتى الاب وجوده مع الاولاد ان هو يبقى قريب منهم وان هم اصدقاء، وطبعا يبقى حازم، وطبعا هو مسؤول ماديا، بس ان انا ابقى الاب مش اي تي ام، انت مش اي تي ام تعدي طول حياتك بتدفع فلوس وفي الاخر تقول هو انا فين ولادي؟ ما انت مش بتقعد معاهم، مش بتتكلم معاهم، مش بتشاركهم. انا مش بقول ان انت تقعد يعني حتى اتصور معاهم، قول انا عشت معاهم ذكريات،
انت فين في كل ده؟ في الاخر بتلاقي ان الام هي شايله كل حاجه والاب اصلا انا بشتغل. في ابهات فعلا بتشتغل وقت متاخر وما تقدرش، عشان بس نقول الحقيقه. وفي ابهات كويسه حاجه، يعني انا بشوف ان واحد من اكبر مقودي دور الاب او اللي بيخلي الاب ما يقومش بدوره هم الستات. الام الست نفسها. يعني انت دلوقتي سبتي الولاد مع بابا، وانا ما بستثنيش مننا احد، يعني انا ما بقولش ان انا ما عملتش ساعات كده، بس هي نفس الفكره انك انت سبتيه معايا خلاص ونازله مثلا، اوعى تنسى مش عارفه تاكله حاجه الفلانيه، اوعى انا عارفاك انت هتاخد مش عارفه ايه وما تاكلوش ايه، ما هو هيبوظ الدنيا، بوظ اكل الولد. فرصه انا لو كل ما يجي يعمل دوره كل شويه تديني ايه اوامر، كل شويه تديني اوامر عشان اعمل دوري، فانا في الاخر هعمل ايه؟ هنسحب من دوري. ده جزء. الجزء الثاني انه الناس كلها بتقول له اصل انت عايز عشان تساعد الستات. على فكره احنا مش عايزين مساعده رجال، احنا نقدر نعمل حاجه لوحدنا. انت بتقوم بدورك ده علشان خاطر عيالك مش عشان خاطر. بس انت بتتكلمي على شخصياتنا كلنا، خلي بالك من كذا، اعمل كذا وما تسويش كذا، اوعى كذا كذا كذا، اوعى بقى ما بقول لك ايه الواد يقع من فوق لو بيبي يقع من فوق الكنبه وكذا، يعني في الاخر يقعد يعمل ايه بقى؟ دومينيتنج، يهرب 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 من المسؤوليه. دي نقطه هضيفها عليها، هي فعلا الستات، بس هي مش ستات الزوجه بس، هي لا في عاطفه، مش قصدي هو أم كمان امهات التربيه. تربيه اللي هو انت دورك ايه كراجل ونظره المجتمع، انت مش ليك ان انت تقعد مع الاطفال، انت قاعد، يعني انت قاعد مع الاطفال ايه؟ ده مش دورك. انت دورك تشتغل، تغير جو، تريح، تسافر، تعمل، لكن الام هي مسؤوله التربيه. ودي امهاتنا يعني كلهم على فكره، ان هو انت انت الراجل لما مثلا واحده تشتكي مثلا والله تقول لها اصل طب ما كلنا اتربينا على كده، ما الراجل مش المفروض اصلا يبقى له دور. بس في نقطه ان الرجاله دلوقتي التربيه دلوقتي تستلزم وجود الاب والام سوا، مش يعني انا ما اقدرش اقول ان زي زمان خالص. الست زمان بتربي الولد، واولا حجم المؤثرات قليله جدا. الست مهما كان دلوقتي علمها وثقافتها وان هي عارفه كل حاجه، استحاله تبقى عندها إلمام بكل شيء. لا فكرة بكل حاجه. السوبر مام دي صعبه. لا يعني انا دلوقتي عندي طفلي، ما هو ممكن هو بيتعرض لموقف بره، او مثلا انا مش شايفه مثلا تاثير السوشيال ميديا، ممكن في تاثير تاني انا مش واخده بالي منه، انا اقدر اتابع كل ده ازاي لوحدي؟ لازم الراجل جنب الست. طب قبل ما اخرج فاصل، صاحبتي بتخرج بالليل متاخر، احنا في وقت الصيف وخلاص، واللي في اسكندريه واللي في الساحل واللي في كذا، وده بيبقى اسوأ وقت على الامه. يعني فكره انا بعتبر ده طول عمري، حتى وابني صغير ده كان بيبقى اصعب وقت عليا. المدرسه كانت عظيمه سيستم، لكن بقى نيجي بالليل صحابي بيتاخروا، صاحبتي لو بنت صاحبتي بتتاخر وبتروح يا مامي لعيد ميلاد فريده، عيد ميلاد فلانه، عيد ميلاد كذا، وتتاخر، وانت قلقانه واللي بيحصل كتير واحنا مش موجودين، وفلانه انا مش عارفه اسرتها، وفلان انا ما اعرفش عامل ازاي، هنا هتقولي ايه بقى؟ هنا هتفضلي تقولي لا 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 لا؟ صح. انا ما اختار معركتك. هتقولي لا في ايه؟ يعني في حاجات لا، يعني لا في حاجات حازمه اللي فيها امان، فيها تاخيرات بالليل، فيها ان انا خايفه على ابني يروح في طريق مثلا ان اصحابه سايقين هيروح في طريق ادمان او كده. في حاجات هتوافق، يعني هتقولي لا ده زمن غير زمني، فانا ممكن اوافق على حاجات معينه. في حاجات اللي انت هتوازني الامور، والله حاجه مع ابني مثلا هو عايز يتاخر للساعه 2 وانا عايزاه يرجع 11، فاحنا ممكن نتناقش مع بعض نوصل مثلا للساعه 12، فده اللي يبقى الاتفاق المشترك. وهي دي حقيقه، هي التربيه الايجابيه كده، ان انتوا بتقعدوا تناقشوا مع بعض لحد ما توصلوا لحل يرضي جميع الاطراف، بس لازم يرضي جميع الاطراف ان احنا الاثنين موافقين على ده. وفي وقت لا، يعني لا خلاص خلصت ما فيهاش نقاش. انجي بتقولي لا؟ انا بقول لا، يعني لا انا شايفه. عندك ولاد ولا بنات؟ انا عندي ولد وبنت، بس البنت صغيره عندها سنه ونص. الولد هتكبر ان شاء يعني الله. بس انا شايفه انه يعني زي ما قالت الدكتوره فعلا انا متفقه معاها، ان يعني اختاري معركتك. بس انا شايفه انه قبل اختيار المعركه لازم انا ابقى اهلاه اللي هيشوف ايه. يعني انا هقعد انت مثلا هقعد اتكلم معاه مثلا ان لا في هتحصل مشاكل مثلا، خد بالك لو حد سير بيحصل كذا. يعني انا والدي اصلا كان يجي يتكلم، لما يجي يتكلم معايا مثلا اقول له عايزه اخرج، عايزه اسهر، عايزه اعمل، يقول لي والله انا هيحصل كذا خدي بالك مش عارفه، ويقعد يتكلم معايا مناقشه. يعني انا اتربيت على مع والدي بالذات على فكره المناقشه، يعني ده انا بحاول اطبقه مع ابني. لازم نصاحب كل الامهات في الكلاس؟ لا لا مش لازم. استنوا بس،
يعني إيه انا من جيلي كان كل الامهات في الكلاس اصحابي، لانه كنا يعني فصل جميل وكنا كلنا فعلا اصدقاء وما زلنا اصدقاء لحد دلوقتي، حتى بعد ما الولاد كبروا لحد ما بنجوزهم يعني، فاحنا ما زلنا سعداء بس يعني الحمد لله. لكن هل لازم نصاحب كل الامهات في الكلاس؟ انا بصاحب اللي هم اصحاب ولي، اللي هم امهات اصحاب ولادي، لكن مش كل اللي في الكلاس، لان مش دايما بتقابل معاهم، مش دايما بختلط فيهم في النادي او في المدرسه مثلا او كده. القريبين منه احنا دايما عارفين، مثلا بننزل سوا، بنتقابل في النادي سوا، بنروح اماكن سوا، لكن مش كل الصراحه اللي في الكلاس اقدر ان انا اصاحبهم. لازم نصاحب كل امهات في الفصل؟ لا، امهاتنا ما كانوش بيصاحبوا ام، يعني قليل قوي، كانوا عدد قليل من الامهات. كمان يعني جروبات المامز اصلا يعني مخي مش احسن، بيصاحب كل الامهات لا بصراحه. جروبات لا يعني اولا دلوقتي بقى في اختيار تنوع كبير في الامهات يعني كاهتمامات. انا بحس ان انا بقى لازم زي ما انا اشوف امهات يعني امهات اصحاب ولادي، بس في حاجه تانية ان اصلا الامهات في الجروبات بقتش ما فيش تشابه بنسبه كبيره، يعني في اختلاف كبير ما بينهم. وكمان ان ده انا شايفه ان الجروبات مامز يعني انا ليا تحفظ يعني عليها. طيب هنقف هنا، نخرج فاصل وبعدين نرجع نتكلم بقى على جروبات الماميز الامهات. انا كنت صاحبه كل الامهات في الفصل ابني، وكنت سعيده جدا بده برغم ان انا كنت بشتغل، بس الحقيقه كانوا كمان بيشيلوا عني عبء، يعني لما اكون مثلا مشغوله ولا حاجه، طيب احنا هنعمل كذا، طب احنا هنروح رحله وناخد نور، يعني كان الموضوع ده كان مريح بالنسبه لي. بس ما اعرفش برضو بعتبر ان احنا جيل تاني يعني مختلف، يعني الاجيال الجديده ما اعرفش شكلها عامل ازاي، ربنا يعني يكون في عون الامهات بصراحه. نخرج فاصل طيب ونرجع نتكلم بقى عن جروبات الماميز، هل هي مفيده ام مضر؟ بعد الفاصل. كنا بنتكلم على جروبات الماميز في الفاصل، وبنتكلم ايضا على الامهات في الفاصل. يعني انا انصح دايما الام انها تبقى قريبه من امهات الفصل. تجربتي كانت عظيمه جدا، وتحيه لفايلت جروب لامياس، لانه من اسعد الجروب، من اسعد الناس اللي انا تعاملت معاهم في حياتي طول بقى مده الولاد، يعني طول مده الولاد وهم بيكبروا في المدرسه، ودي مدرسه عظيمه، طول المده كنا اصحاب وقريبين من بعض. بس عمرنا ما كان عند يعني حتى الواتساب جروب بتاعنا يختلف تماما عن المامي جروب او الماميز جروب اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا. ما رايكم يا سيدات في رايكن في جروبات الماميز؟ وادي ميني مام وانجي عندها راي، قولي يا انجي الاول. يعني انا رايي ان جروبات الماميز يعني هي كانت بادئه بدايه حلوه طبعا، يعني طبعا هي انا بعتبرها ظاهره، يعني ظاهره لان هي حاجه حديثه، كانت بدايه لطيفه والناس بتتعرف. بس انا شايف فترة الاخيره في السنوات الاخيره بقت تاثيرها سلبي. ليه؟ لان هي اول حاجه نقطه مثلا كانت قالتها دينا، ان هو فكره ان فيها الامهات بيعلوا على بعض، ودي حاجه صعبه جدا. غير موضوع السوبر مام هو جواها ده، هو يعتبر الاساس. انا من وجهه نظري انه ظهر اصلا موضوع السوبر مام ده عن طريق جروبات المامز، اللي هو انا لازم اعلي على جروبات. انا ممكن احكي وقائع حصلت قدامي، يعني في موقع انا كتبت بكتب يعني سلسله مقالات عن فكره جروبات المامز، يعني فلتحيا حريه الامهات ولتسقط جروبات المامز بصراحه، يعني لان انا عانيت جدا، انا عانيت وغيري، وكنت فاكره ان انا وحيده في القصه دي، وكنت شفت في ناس عانت كتير جدا. عانيتي من ايه؟ اولا احنا مش اسطمبة واحده، يعني انا ما ينفعش ان احنا كلنا بنعمل نفس الشكل، بنعمل نفس الحاجه. هي جروب الماميز ده بيبقى الماميز في مدرسه واحده ولا في هي مدرسه جروب واحده؟ لازم مدرسه، يعني هو الفصل مثلا او الفصل او حتى الدروس الخصوصيه لو بنتكلم دروس. بس الفكره في ان هو اولا اهم حاجه، وده حتى ظهر فيلم اجنبي اسمه باد مامز، ان هو لازم تبقي انت زي الامهات. طب يا جماعه انا ما عنديش مشكله، ان انا بحترم الاختلاف، بس انا مش لازم ابقى شبه الامهات، او انا ليه اهتمامات مختلفه، او انا ابني له اهتمامات مختلفه. دي رقم واحد. رقم اتنين ان انا الامهات بيعلوا فيها على بعض بطريقه يعني مرعبه، ان هو انا في ناس اوفر كواليفايد زي ما تقول، انا يعني عادي خلاص تمام، اللي عايز يعمل براونيز يعمل، اللي عايز يودي اولاده 84 سباحه تمام، اللي عايز يعمل لا تمام. والتعليقات ما بين الامهات بقى في حاجه اسمها لوبي،
يعني احنا بنتكلم لوبي ده اللي هو يعني مثلا في مجلس شيوخ، يعني مجموعه تحمي لحد. انا ده شفتها فعلا عندي، وكانت قصه شهيره مرينا بيها، ان هو مجموعه من الصديقات بتدير الجروب واثروا ونشروا صوره سلبيه عن اطفال وعن شكل معين، وايه وبيمسكوا طفل طفل، يعني الطفل ده مثلا الاطفال مش هادين، يعني الجيل ده اشقيه. فاحنا يعني انت طفلك هادي، انا طفلي مش هادي، شقي، انا مش معترفه بده، يعني او انا طفلي هادي وانت طفلك شقي، طبيعي الاطفال منطلقين، فما ينفعش ترسمي رسمه واحده وتقومي مشوهه صوره الطفل. دينا انت عندك المينيمم ده وشايفه ان الجروب ده مهم. هو في اختلاف، بس هي بتتكلم عن الجروبس بتاعه المدارس اكتر، النوادي اكتر، مثلا تمرينات اكتر. جروب مثلا بتاعي هو مينيمم ده عليه فوق ال 175 ألف أم، بيشمل أمهات من مصر كلها. الجروب لحد دلوقتي احنا في اليوم الواحد بيجينا فوق 300 بوست، دي أقل حاجة. الأمهات في الغالب بنسبة 90% هم بيسألوا عن إيه؟ عن أنا أم عايزة مثلا، أنا ساكنة في التجمع فعايزة دكتور أطفال في التجمع، فأنا عايزة حاجة بيزد على ريفيوز مش مجرد إعلانات، عايزة نوع برودكتس معينة كويسة، شامبو، دايبرز، أي حاجة من الحاجات دي، أسئلة اللي هي من الناحية دي. إحنا ما نعرفش من جوه بعض عشان نعلي على بعض. هي التعلية دي أكتر بتكون لما بنكون إحنا في زي في المدرسة، في النادي، دايرة قريبة وإحنا عارفين كل واحدة ابنها، أو أنا بشتغل أو أنا لأ. لكن في الجروب أنا عندي إحنا ما نعرفش بعض. بالعكس، أنا كمان لما بلاقي إن عندي مثلا واحدة سألت على حاجة، فواحدة مثلا ردت عليها بطريقة أجريسيف شوية أو بطريقة مش محترمة، وهي مثلا التانية عملت ريبورت للكومنت ده، بنعملها بلوك على طول، بنطلعها بره الجروب خالص، لان انا عارفه ان احنا كأمهات مضغوطين، مش هنستحمل ان انا اسال على حاجه في العادي والاقي واحده بترد عليا بطريقه مش كويسه. فلا بالعكس، انا عندي الجروب بيستفاد منه كل يوم عدد كبير من الامهات. سحر، ازاي يعني انا بشوف الجروبات دي زي السوشيال ميديا كده، اللي هو ازاي استفيد منها؟ يعني ناس كتيرة تقولك التويتر ده بشع والكومنتس فيه سخيفه وكذا، ازاي استفيد من جروبات الماميز وافصل بحيث انها لا تؤثر عليا سلبا؟ هو انا داخله جروب الماميز ليه؟ ده اول سؤال. انا داخله علشان اعرف معلومات ويعني ابقى متابعه حاجات العيال، ممكن يحصل حاجه يبقى مثلا في امتحان في الفصل وانا مش واخده بالي، خلي بالكم يا جماعه عندنا امتحان مهم مثلا كمان اسبوع، فيبقى مثلا ممكن يبقى الولد او البنت مخبيين او انت مش واخده بالك فتنتبهي مثلا. فهو ده الاسباب بقى اللي احنا بندخل ليه، مش داخلين علشان نشوف فلان عملت ايه ودي عملت ايه وكم كومنت جه وبصوا لما هي كتبت البوست فلان رد عليها ازاي. فالاول ابقى انا عارفه ان انا داخله جروب عشان اخد المعلومات المهمه بالنسبه لي، ابقى عارفه انه طبعا الناس اللي جوه الجروب مش كلهم زي بعض، انه في ناس هتقول حاجات انا مش هوافق عليها، ما شاركش خبرات يعني شخصيه قوي 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 في جروبات. انا بلاقي جروبات ماميز على الفيسبوك، طب انا جوزي عمل كذا، انتوا رايكم ايه يا امهات؟ جوزي كمان على فكره ما بقتش مقتصره على الاطفال، بقت العلاقات الزوجيه داخله فيها. بس دي جروبات تانية المفروض. لا، جروبات الماميز. انا في واحده بعتها والله، يعني هي تقول ده حقيقي، فعلا انا جوزي عمل كذا يا جماعه، وانا تعبانه ومتضايقه، يعني معلش يعني بمعنى ان هو كاب يعني عمل كذا زعق لابني ضربه. على العلاقات الزوجيه وعلاقتها مع حماتها وعلاقتها مع اخوات مش عارفه جوزها، ما بقيناش ماميز، بقينا فاميليز. يعني مباح قوي حاجات شخصيه جدا على الجروب ده، فمهم ان احنا نبقى عارفين ان احنا مش هنشارك بحاجات شخصيه، لانه الناس مش واخده تجاربنا ولا الجروب ده مؤهل اصلا. فانت يعني تدخلي الجروب ده ولا ما تدخليش؟ ادخل بس اعرف هشوف ايه وما اشوفش ايه. ما هو ساعات الكومنتس تبقى مستفزه، ما انت برضو هتمنعي نفسك من الاستفزاز ازاي؟ زي انجي كده ما بتقول. انا والله انا في مره قصه احكيها، قصه يعني انا عايزه احكيها هي عشان هي رمزيه جدا، بس دي اقل حاجه. يعني انا قلت لحضرتك في الكواليس ان في واحده تعرضت للاجهاض وقالت لي كده بسبب جروبات الماميز. كانوا بيضغطوا وبيتخانقوا معاها ويضغطوا عليها نفسيا، وانت حامل وانا مش حامل، وانت ايه لفظا كده، وانت في الشهر الكام دلوقتي، انت سقطتي ولا ما سقطتي. يعني معلش انا اسفه، هي طبعا تفاصيل، بس انا يعني الحاجات اللي اتحكت لي، في قصه اتحكت لي من لما انا بتكلم على جروبات الماميز، ان هي سيده قررت تعمل اولاد في الفصل في شهر. تعمل لهم ايه في شهر؟ في شهر ايه يعني ام من الامهات. تاني يوم كانت في خناقه على الجروب،
ليه؟ عشان انت حطيتي الملح للاولاد في الفشور، انا مش حاطه لابني في ملح. ازاي تعملي كده؟ وخناقه، خناقه كبيره. طب يعني ايه يا جماعه؟ طب انا مش، انا ليه خناقه؟ يعني ايه، يعني ايه مصدر الضغط النفسي اللي انا اصلا بحط نفسي فيه وانا ماليش ليه؟ ليه؟ واحده تانية، انا يا جماعه المدرسه دي سيئه، وهي اصلا اكتر حد بيروح في المدرسه وبيعمل المدرسه دي سيئه، وتقعد تطلع صوره سلبيه للمدرسه، فتصدر للأمهات التانيين صوره سلبيه، وهي مكمله في المدرسه بطريقه لطيفه جدا، وهي وعايزه تبقى مؤثره وعايزه تخش مجلس الاباء مثلا، وشخصيه انا اعرفها مثلا، يعني دي بقى انا شخصيه شفتها، عايزه مجلس الاباء وبتتكلم وتطلع انتقادات. ليه بقى؟ يعني انا داخله عشان زي ما الدكتوره قالت فعلا، داخله علشان اخد معلومه، فليه اخش في صراع؟ ولو انت ما خدتيش جانب بتتحسبي على الجانب الاخر. لا اله الا الله. يعني نذكر الضغط اللي عمله على دكتور طارق شوقي وقتها وزير التعليم. يعني جروبات الماميز بقت بقوه اللي بتحرك بيها حاجات مجتمعيه كبيره، مصايف، وجبات مطاعم، بقت فعلا قوه مؤثره مش بسيطة. وقتنا بيخلص، كلمات أخيرة بقى حوالين يعني نصايح نديها للأمهات من أمهات. هخلي سحر لها الكلمة الأخيرة. إنجي، أرجو من كل الأمهات ما يتأثروا بفكرة السوبر وومن. احنا في النهاية احنا سوبر وومن او سوبر وومن، هي اصل هي المرأة الخارقة، المرأة الخارقة. احنا لا انا في النهاية او اي امرأة ليها قدرات وليها طاقة، وحاول تحب نفسها وتعيش لنفسها ولاولادها وتستمتع بامومتها. لا، وتستمتع بالولاد وهم صغيرين، وهم في سنهم المختلف، لان الولاد لما بيكبروا والله بيسيبوهم، ما بنلاقيهمش، وبجد استمتعوا بكل لحظه، ومش لازم يعملوا كل حاجه، مش لازم خالص، مش لازم يبقوا هم، لازم يبقوا شاطرين بس، عشان بس دي حاجه صعبه يعني. يبقوا شاطرين، يبقوا على الاقل في البيت، هي تستمتع بنفسها وتستمتع بامومتها، لان فعلا زي ما حضرتك قلتي الوقت بيجري، وهي ما تبقاش مدركه لده، بعد فتره تقول انا ضيعت وقتي في ايه. دينا، نحن نصاحب ولادنا، احنا كامهات علشان نعرف نصاحب ولادنا ونحبهم ونتعامل معاهم كويس، نهدى نفسيا وما ندخلش اي حاجه تضغطنا خالص. يا جماعه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه، ولو في حاجه ازاي يا حبيبتي، واحنا عندنا اليوم 24 ساعه بس، ولازم نعمل فيه كل حاجه. الحاجات الصغيره اللي بتضغطنا نشيلها، يعني لو انا في جروب مثلا بتاع المدرسه مثلا، او حاجه مثلا زي التمارين، وحاسس ان هو ضاغطني، احاول ان انا اعمل له ميوت او ما اشوفهوش. الحاجات الصغيره اللي بتضغطنا لو احنا عرفنا نشيلها واحده واحده على الاقل، مش هقول ان انا هبقى في اليوم عصبيه جدا، بس هقول ان انا على الاقل شويه متضايقه. سحر، انا نصيحتي للامهات، يا ستي عادي انك تغلطي، كلنا بنغلط، يعني انت وعيالك عادي تغلطوا. التربيه ما هياش كتالوج لازم نبقى ماشيين عليه والا الجهاز هيبوظ. انت بتبني، فالبنى ده اوقات حته بتبقى كويسه تلاقيها معلش فيها حاجه بتعيدي بناها تاني، مفيش حاجه اسمها انك انت هتخسري حياه العيال بغلطه. يعني عادي، اقبلي انك انت تغلطي، اقبلي ان حتى العيال تغلط، والغلطات فرصه يا جماعه للتعلم، مش فرصه ان احنا نجلد ذاتنا، وما تشيليش تقل تربيتك انت على تربيه العيال. انا بشكركم، استمتعت جدا بوجودي معاكم، ولكل ام فكره السوبر وومن الخارقه دي صعبه قوي، خليكي انسانه عاديه، لكن السوبر ده ما هنجيبه منين؟ بشكركم وبحييكم، هذه لميس الحديدي، صباح الخير.